يعني الحقيقة أنا لست كلك فيما يتعلق بموضوع داعش وفيما يتعلق بالتطورات التي حصلت مؤخرا على الواجهة الشرقية من بالحدود مع العراق. القلق والخوف يأتينا من سوريا الحقيقة، لأنه حدودنا مع العراق هي 181 كيلو، وهي عبارة عن صحراء مكشوفة ويمكن السيطرة عليها بربع أو أقل من ربع القوات والإمكانيات التي نحتاجها للسيطرة على حدودنا مع سوريا، لأن حدودنا مع سوريا 370 كيلو متر طولي، وهي حدود وتضاريس مختلفة. الحكومة أكدت بأن القوات الأردنية قد انفتحت على الواجهة وبأنه لم يكن هنالك داعي لهذا الانفتاح، لكن ما حصل هو من قبيل الاستعراض والتأكيد بأن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية قادرة للرد على أي اختراق لأمننا واستقرارنا وأي اختراق لحدودنا. عندما يتعلق الأمر بأمن واستقرار الأردن فإن كل الأمور تنتهي، وحالة التعاطف أيضا تنتهي إذا كان داعش أو غيرها سيؤثر على أمننا وعلى استقرارنا. الحكومة لم تضف أي جديد الحقيقة، وهذا قيل للحكومة بأنها لم تضف أي جديد فيما يتعلق بالتطورات التي حصلت على الحدود العراقية، وبأن لدينا نحن كنواب أكثر من المعلومات التي قدمتها الحكومة.